67 و400 عطيني 52 قرانو بحال كمان بزوجين كيتباعوا 70,000 شحال انت اللي داير هذا 14,000 تبعتي بالماس هذه هي الوقت ديالي ولكن الناس كبيره احنا احسن شفناه جفا غرب الاعلام وي السلام عليكم اخوان. اليوم الفلوق ديالنا كما تتشوف في الخريطه مشينا لاغرم الاعلام يعني كتبعد على بني ملال تقريبا مشي 33 كيلومتر يعني شي 45 دقيقه ديال الطريق. المهم اول حاجه درناها مشينا عند واحد الاحسن شفناج كاين تمايا صراحه عنده داكشي زوين واخا انا ما تناكل الشفنج. درت واحد المغامره حاولت ندير واحد التحدي وناكل الشفنج علاش لا. ومن اللي فطرنا حاولنا نتوجهوا للسوق مباشره ونسولوا على الاثمنه. صراحه بان لي سوق صغير يعني كنت نصحابو انا شي سوق كبير بالنسبه ديال الغلم صراحه سوق يعني في المتوسط يعني سولنا الناس قال لك ودير غادي يعمر ملي غتقرب عيد الاضحى راه غادي يعمر بالغلم غادي يبقاو يجيو. المهم حنا مشينا صورناه وخدنا شي اثمنه ديال الناس اللي كاينين تمايا ويلا خليكم مع الفيديو وتسناو سوق جديد ان شاء الله. السلام عليكم. شحال هاد الخير اخويا؟ 40 وليا بدريه 40 كيدير بالنسبه للسوق اليوم؟ بارك مزيان كاين الثمن كاين السلعه كاين المليح وكاين الثمن داكشي داخل العياد ولا مازال؟ كاين شارع كاين شارع والله يجيب تيسير تباع شحال؟ 67 و400 فكرتي مزيان عاد قلتي ايه واش نقولوا راه خصنا نقولوا لك ايه راه في مليا مزيان كاين العيب كاين العيب ديال الدير راه نديو المولى راه عبيب ويسعني قريب عانا سامع هاد الحوليه شري الحوليه بغينا فيها 25 عام من هنا من غرب العلم المرقد المرقد عام من هنا المرقد من تدلا تدلا هاد الخروج شحال عطاو فيه؟ عطاو لي 54 سنة الحليب سنة الحليب كيدير الثمن اليوم هنا في غرب العلام؟ الصباح شوية ملي تشدو السبابة البيع السريع غير عمرو يديهم صافي السومة رجعت كاين اللي رجعت عليه ب 2000 ريال 3000 ما تجاوش واحد بغا يعمر يدو هذاك الشيء كاين اللي شد بيمة وعطر تما كاين اللي شد جات بقى العيان العيان ما داخلش مازال العيد لا الشال ديال العيد مازال مازال شويه العام بان لي داخل شويه بكري واخا هكا لا 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 هذا الشيء اللي كاين الناس راه كتحاول صافي اللي عنده الوجد راه خصو يقضي خصو يقضي دابا هي شحال داير عمي هذا شحال؟ شاري ب 51 51 عطوني شي حاجه نقولها ما عطوناش راه شاري ب 51 صافي ما عليكش معقول هو كل شيء
هذاك اسمع الحليب لا لا باين صغير راه عامل البرون ديالو راه يبين نفعنا على المعقول راه يبين على المعقول مشاف حالته هذاك الشيء اللي كاين الله يجيب شكون البلاصه هذو المركز ديالهم المركز ديالهم المركز ديال من هنا ديال الغرب ديال الغرب العالم ولا لا بالنسبه لكم انت كي داير السوق بالنسبه للثاني ما كاين علاش تشغل والو السوق غالي هادو بالنسبه ليا مشيت هاد لما يلا يجيب 31 32 يعني زايده اليوم 200 درهم ماشي المليح هنايا داك الشيء اللي بغيتي ما كاينش انا زايده واحد 150 درهم اضعاف الايمان نسولك واش بالنسبه للسواق الكبار تيكونوا فيهم شويه الثمن كاين الخيار دابا السواق الكبار كاين الخيار تتفاش تخير عطيتي فلوسك وكاين حتى ولا تدين مليح وما هنا تترقم عليك شي بهيمه اللي البيع والشراء كثر عليها تيوقفوا التجيت حتى باش تبيع وتشري تزيد الفلوس تتبغي تعمر يدك يعني يفضل الواحد يمشي لسوق كبير ما احسن الصغير دابا اليوم ما كاينش فين يمشي هاد النهار يجي وما كاينش شي سوق اللي كبير باش تمشي ليه المهم السواق تيجي ما يبغيش يدي الناس تيسمح السوق عندك الصحة هادي اخويا شحال دايرة؟ شحال دايرة اخويا؟ 23 اخويا جامعة ولا؟ جامعة شحال سامعين اخويا خرفان؟ 76 سمع هذا خويا شحال 34 كاينين اسيدي كاينين التليفون الا بغى شي واحد شي حاجه يتصل واخا اسيدي يلا 06 82 72 03 01 شكون البلاصه هنا اه غير هنا في الزاويه اي شحال 35 وهذيك حوليه ولا شحال داير شهري جامعه شحال دايرة؟ 23 23 كي داير الثمن اليوم الصبح؟ ايوا شوية نيت شوية بركة كاين شوية الثمن؟ بركة شوية وصافي الحمد لله على البال شوية اللي غاليين اييه البال راه نصاب 17 15 بدا تيدخل شوية الشاري ولا مازال ديال العيد؟ ايوا شوية لا مازال مازال لا مازال العلف اللي كان شوية اللي تيعلف اللي تيعلف اخويا 35 بعد جات وعطيني 101 جمله وجمله كاملين شحال معك؟ عطيني 101 101 جمله يعني شحال الوحده؟ هاد الجات اللي قلتي شحال عطاك فيهم الجات؟ هاد الجات عطيني 70 70 يعني 35 الوحدة واش من البلاصة هادو؟ واش مع المركز ديالهم مع منكم من غرب العالم؟ مع غرب العالم اش دايرين؟ سنا الحليب ياك هادي ثنية ثلاثة كاين السوق داخل الشارع شويه العياد هنا ولا مازال؟ شويه داخل دابا بدا تيدخل شويه الله يا ها؟ وييه الله يصايب لا تبارك الله ملاح الله مصطفى ما لقيتو ماذا يفعلون هذا هو الوقت الذي 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 ي
شحال انت اللي داير هذا؟ 14000. السلام عليكم. السلام عليكم. شحال عطاو في الخير؟ هذا خويا الزموله باقي ما دارش بزاف. باقي ما سميش. مخسر ليه البيع. عطيني 52 قرانو بحال هكا مجوزين كيتباعوا 70000. دابا الصوفا زعما هي كتلعب دور زعما. الصوفا كتلعب دور. اش من بلاصه هذا؟ هنايا غرم العلام. غرم العلام لا المركز ديالو من هنا. من غرم العلام. كيداير بالنسبه للسوق اليوم هنايا في غرب العلام؟ واش غنقول لك كاين الثمن اخويا. باللي ما دخلش هنا السوق صغير. ما كاينش السلعه ما كاينش السلعه. كاينش السلعه. لا قلت واش تيكون السوق عامر بزاف؟ لا تيكون عامر واه. اليوم ما عامرش. اليوم ما اليوم ما عامرش. الله يجيب باقي عسنا الحليب هاك عسنا الحليب الله يجيب التيسير امين اخويا الله يسهل علينا وعليك شحال سامعين عمي هذا؟ 24 كيدير السوق عمي اليوم هنا في غرب العلام؟ شوية وبركة داخل شوية الشارع؟ قليل داخل شوية عندك هات 18 40 عام من هنا؟ هذه لنا بولا واحدة حسام اخوت حسام حسام اشرف حسام عاد عمي حسام وسام 22 بنت هادي بنت هادي انت يا عمي هادي يا شريف هو عمك هو شريف حسام عاد حسام واش حسام 15 الله يجيب التيسير اش دايرين هادو سنا الحليب هذيك ربعية هذيك هذه جامعة جامعة شحال دايرين هادو سنا الحليب 16 ألف خمسين يعني بجوج 54000 ريال السلام عليكم دير الشريف بخير اشحال سامع هذا الخير 17 جامعات ولا سداسيات جامعات هيا جينا شويه